أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. ما قلت لي الخانم بقينا شهر صارت؟ ايوه، طالما الدخلة هيك شكلك فاضي وداخلة تتمزمز فيني بقى، لانه بارتك معي عجبتني منوب. لا لك بارك عم تحفظ ولا لك بارك عم تعمل شيء مفيد طاول طول نهارك. انت بس فهمني ايه ما بدك تولدي؟ طيب ايش المطلوب مني اعمل انا لحتى ترضى؟ قوم اعمل لك اي شيء مفيد، شغله مفيده قوم. طيب انت قول لي ايش ممكن اعمل شيء مفيد؟ لقيت لك اياها اللمبه اللي بالصالون فوق عم تاخذ وبتعطي، قوم عشان اصلحها. يلا اللمبه اللي بالصالون اللي معلقه بالسقف فوق يلي لا انا ولا انت ممكن نصلح. ايش قصدك هناك؟ يعني انا قصير؟ لا 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 طبعا لا طبعا لا. يلا قوم بسرعه لك طالع عند شي جار. الله يذكرك بالخير يا ابو تحسين، واكلنا بدك البيت كنا نجيب من عنده السيبه. روح عند شي جار من الجيران دبر من عنده سلم خلينا نطلع عليه صلح اللمبه. يلا بسرعه. ايه يلا يلا حاضر يلا يلا حاضر. ليش تا يلا روح روح. قال سلم قال سلم بطيخ خلص ناقصني انا. عباده 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 ايش عم تعمل؟ نعم امي شو بدك؟ قول انت وبعدين معك وبعدين معك بدك تقضي وقتك كلياته هيك بالتخت مثل الحامل اللي خايف على حالها تنزل؟ لك انتو ايش قصة الحوامل معكم اليوم؟ حاطين هالقصة بس حوامل حوامل ايش في؟ ايش بدك ابوسك وبلا العي فاضي؟ الحقني على المطبخ بسرعة بدي اوصيك كم غرض صغار بدك تجيب لي اياهم هون، ما نكتر كثير يعني تقريبا شريت تنكتين زيت، شوار سكر، شوار رز، شوار عدس وشوار شعيرية، بس ما نكتر. ليش؟ ليش كل هاد؟ حدا قال رح يصير حصل شي؟ البلد داخل على حرب شي؟ امين داخل على حرب لا تشغل بالك، بس رمضان قرب، ما بقول له شي تقريبا شي اربع شهور، نبنا لحم موين، بعدين برمضان كل شي بصير غالي، بدنا لحم من هلا، وبلا لعي فاضي الحقني بسرعة. فورا، سبقيني لحقك يلا سبقيني. ايش هالجيل هاد؟ شوالات وتنكات الف. يخرب بيتك! انت ساعتك هون ما نزلت تجيب السلام ليش عم تستنى؟ ليش انت كنت عم تحكي عن جد بابا؟ انا كنت مفكرك متضايق او عم تمزح يعني. عم بمزح؟ ايه عم بمزح لك ما عم بمزح؟ هلا رح افرجيك اذا كنت عم بمزح ولا لا، ما قلت لي شو اتصلح ما دقت تعمل اشعار؟ الله اكبر يا خلاص خلاص. ولك ايه مثل ما عم بقول لك، اليوم عيد ميلادها. انت برايك ايش اخذ بهديه؟ ايش في هيك هديه حلوه خرج واحد ياخذها لحبيبته؟ ايوه هيك الموضوع بقى، شكلنا رح نسترزق. يلا ولك انت تاسي انت بني ادم ايش بدها تعمل بالكلب هي؟ عم بقول لك هي بتخاف من القطه ولا بتخاف من خيالها؟ بتقولي خدها كلب منزلي؟ والله ما اجرب منك غير رفيقك. قولي خبرني ليش انا ما عملتي الفطور؟ يلا عمي جيت جيت قولي بس 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 لحظه شوي سكر سكر بحكي معك سكر شوي سكر. خدوش صوتك كان قريب من الباب عبرصت اكيد كانت عبرصت علي اكيد كانت عبرصت صوت قريب. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفتي بشارع بنتي تبص الورا. خدوج انت ايش كنتي عم تعملي قبل ما تخلي على المطبخ؟ هس هس لحدا يسمعك، ما قلت لي بعدين ايش قررت؟ بدك تجيب لها كلب ولا قطه؟ اخ يا حقيره عم تنصصي علي؟ لا 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 ما كنت عم اتنصص عليك، انت صوتك كان عيني زياده عن اللزوم ما شايف حالك، بعدين اذا سمحت احكي معي باحسن من هالطريقه هم، انتبه لحالك انتبه لحكيك ولا بحكي لامي. قولك هس 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 فضحتينا يخرب بيتك. روح شبكم شبكم بتضلوا تعيطوا صوتكم طالعة. لا 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 ما في شيء امي لا تشغلي بالك ما في شيء. لا تشغلي بالك امي شغلة بسيطة. يلا بسرعة خدوج بسرعة يلا. اقطع شعري ولك اقطع شعري اقطع شعري. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت بشارع بنت تبص لورا. خلص خدوج كل شي بدك اياه رح يتنفس، خلص كل شي بدك اياه رح انفذ لك اياه، بس بدي منك هلا تساعديني، انت بما انك بنت، ايش هيك الهديه المناسبه لحتى واحد ياخذها لبنت؟ ساعديني. بما انه كل شي رح يتنفس،
انا برايي تاخذها شي مايكرويف او فرن. او لا انت غبيه شي ما في مخ. اجبناك يا عبد المعين تعين طلع بده مين يعينه. عبا قالك عيد ميلاد. لا لا الفرن والمايكرويف ايش تعمل فيهم هي تاخذهم الان معنا يعني. او لك اسمعي يا قديش انت بس تجيب الفرن او المايكرويف وتوديه لعيال اكيد امي راح تشوفه واكيد امي راح تسالها منين جبتي راح تقول انه انت اللي جبته واما راح تستعمل اكثر منه واما راح تحبك وبس اما حبتك انت علقت السناره بايدك صرت بدها تروح تطلب شلون لك. يخرب بيتك من حايك على هالتفكير هاد. والله فكره حلوه ولك ابليس بيزاد نفسه بعجز عنك. يخرب بيتك اذا سمحت بس حطلنا هون مصروفنا اعطيني 100 ليره مشان اسكت لانه انا اذا حكيت مصيبه ها يا ستي تكرمي كرمال فكرتك الحلوه بس رايح اعطيك دبل بدل ال 100 ليره 100 دولار سكي بتستاهلي. طرجيني لشوف دولار يخرب بيتك من حالك. والله وتذكرتي يا خدوج وابرتي الفقر. ايوه هيك بقى يا خدوج بسيطة صار عم تعرفي تربطي امورك بدون ما تستعيني فيني. انا بفرجيكي ما راح اقطع من الموضوع بلوش يطاول. انا رايح اجيب فرن هلا لازم اعرف طريقة شلون بدنا ندخله على البيت. عبالة بدك اساعدك شي بالفرن؟ شو؟ وانت كمان دريت خدوج قبضت بالدولار. انا برضى بعملة البلد بسرعة ولا هوس خلص رح اعطيك يخرب بيتكم من حالكم كلكم بهمطيينك. انا بس بدي اعرف انا عايش مع عيلتي ولا عايش بحديقة حيوانات مفترسة. تعال اعطيك. هناك يا كديش منيح ما في حدا شكله نايمين. ولا يا عيني خرب بيته وما تقلو. اكيد ما في غيره عم تصل. الو هلا وزيك شبك؟ ولك ايش صار معك بعدين ايش جبت هديه؟ ولو بزعل منك رحت جبت فرن غرام خليته يعمل لي ياري باني شايبين هدية. قولك برافو عليك معناها تنتظر طاول مباشرة وديه قبل ما تنكشف. طبعا رايح حدا مباشرة وديه لي اجي احكي معك. يلا سلام لا عم تصل فيني ها باي. عبادة تعال بسرعة انزل جيب خبز. يلا اوف شكلها فايقة وكن ما بدي لحظة وين قال ما بدي تجي لهون بتشوف الفرن بعدين. يلا جيت امي جيت يلا بي جيتك ان شاء الله ما يختبر تدخل لهون. ولك وينه هالدش كهرب معبرد انا بوصل لساعه عبس. يو ما في حدا. شو هذا حيطينه هون. ياي فرن اخ يا عبادة يا حبيبي اكيد جايب لي هديه اكيد بده يعمل لي مفاجاه. هذا عرفان انه انا عيد ميلادي قرب وله 7 شهور بس ما شاء الله بك عليك يا عبادة. بس ليش هلا ما اعطاني اياه؟ اكيد بدي اعمل اياه مفاجأة بدي اعمل اياه سربرايز. بس لا انا رح اعمل حالي مالي خبر منوب عشان ما اشارك له المفاجأة عشان اذا اجى اعطاني اياه بعمل حالي احس مصدومة. والله كنت عارفان اني مخلفي رجال قولك يا بني ادم انا ما عم برد عليك على التليفون بتروح بتدق على الارضي. لك لا عاد تصل فيني ماني فاضي كنت برات البيت عم بجيب اغراض البيت هلا رايح مباشرة. لا عاد تصل فيني تمام باي. يخرب بيته. عبادة ايش عم تعمل حبيبي؟ نعم امي شو بك؟ ما عم بعمل شيء. انت هلا ما اكلت ايش رايك اعمل لك اكل تفطار؟ لا امي ماني جوعان شكرا. طيب بتحب اعمل لك شيء عصير من هذا الاناناس اللي بتحبه ولا برتقان فريش تريد؟ شو بك امي؟ ما بدي اشرب لا شكرا. طيب ما عندك اغراض بدهم كوي هيك ولا هيك انت بس قل لي ها؟ امي ممكن افهم ايش عم بصير معك؟ ما لازم نشي طاول عن جد شكرا لك. مثل ما بدك يا عمري، ايش ما بلزمك مباشرة بس انده علي ماشي؟ حياتي. ماشي. امي عم تعمل هيك؟ والله غريبة. من ايمتى الشمس بترقعنا؟ يلا خليني الحق لهلا.
يو وين اخذ هذا الفرن برات البيت؟ خرب بيتك ما اتقلك. لحظة هذا اكيد رايح يلف لي لفة هدايا، اكيد شي يعمل لي اياها مفاجأة. اخي حبيب قلبي ولك انا جزاني وين بس امي شفتي جزاني شي؟ يلا يا عمي ايش هالسرعة هاي؟ يو وين الفرن؟ فرن؟ انو فرن؟ قولك الفرن كنت جايبه انت لهون هلا ونزلت فيها تحت، يخرب بيتك وين وديته؟ انت شفتيه يعني امي؟ نعم شفته، ليش انت امبارح في شي بدخل على البيت انا ما بشوفه؟ وين وديته؟ شوفي بصراحة امي، انا هذا الفرن كنت جايبه هدية لوحدة بحبها، اليوم عيد ميلادك بدي اوديه لها. شو؟ يا ابن الصرامي، رحت جبت لها لحبيبتك بنت امبارحة واليوم فرن كهربا، وانا امك صار لي 22 سنة ولا مرة فكرت مجرد تفكير بعيد الام تجيب لي فرن كهربا، بتروح تجيب لي مرطف جو عم تجيب لي. امي كنت بدي اجيب لك انت بس طولي بالي. ولك بكل عيد ام بقول هلا بزوم، هلا بفهم، بهذا عيد ام رح يفهم، يخرب بيتك من حالك، وباخر عيد ام رحت جبت لي مساحة جبت لي يا حيوان. قولك يلا عبادة شيلته تقيلة. لحظة امي، لحظة الفرن رجع. امي طولي بالك، اسمعي مني طولي بالك. هاتو. قولك هاتو. طولي بالك امي. عمالك هاتو هاتو كنت مالك على قولك. امي طولي بالك، خايفين في امي. قولك هاتو لهون. بلا هدية بلا بطيخ. اه حبيبته قهر، انا صدقت يرجع. لك وين بدك تاخذيه فهميني بس وين اخذتيه؟ انسى خلاص انسى بح. طار يا حلو راح. قول لك امي ما قلنا هدية يا قضى هدية. لك ابني انت بعمرك سمعت شي بدخل عند حكومة وبرجع؟ تشاو يا عسل. لك كله بسمك يا حيوان، تعال فرجيك. ريلا انا مالي علاقة. حبايب قبل ما ينتهي هذا الفيديو حبيت فيدكم ببرنامج كشف من المتصل المجهول، يعني اذا شخص اتصل فيكم قدر تعرف مين هو، هذا برنامج كتير بيقدر يفيدك. حملوه من اول تعليق مثبت مجانا، برنامج عن جد خرافي.